تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. وبلا ما نتكلموا على ضربة جزاء اللي تكلم عليها الجميع، لا ضروري، لا زعما بتعبير مجازي، يعني ضربة جزاء تكلم عليها العالم بأسره، الحكم بوحدو وغرفة الفار اللي ما شافوهاش. الغرفة ديال الفار هي اللي مش مشكوك في النزاهة ديالها، نعم، لأنه الحكم ديال الوسط ممكن ما يوح وإن كان قريب، ولكن دائما تنخليو له داك الجانب ديال انه ممكن يكون عنده اشكال ما شاف شيء او شي حاجه لانه مش عطى انذار. ولكن الغرفه ديال الفار تيشوفوا بانه اللاعب اللي مشى للكره، يعني انه يعني بوفال ما لمسش اللاعب، يعني الرجلين ديال ايرلونديز هما اللي مشاو ضربوا لبوفال، ولكن بوفال بحكم انهم هذو الناس اللي محترفين تقبلها وناض، ما عليك كانت انا في البطوله عندنا كنبقى تتلوى ويدور واجب ضربه جزاء مع كامل الاسف. نعم، مع كامل الاسف بوفال خدا انذار ما يستحقوش، الاخر خصو انذار وضربه جزاء، وعاد ضربه جزاء اخرى ديال انه جوج ديال اللعابه اللي معنقينهم. شوف انا ما نبغيش نشكك، ولكن كاين اللي غيبان له المغرب وصل تماك، واش هادشي هذا واش نخليهم مبابي ولا ما عرفت. نعم، انا ما بغيتش ندخل في هذا الجانب هذا، ولكني ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. هذا الفار ما كانش خدام كاع اصلا، نعم ما كانش خدام، علاش ما خدامش الله اعلم. واجي غير شوف ما عادل شي واحد يكون دابا جميع القنوات في العالم من كاسياس من داك فرنانديز ديال فيرديناند ديال الانجليز كلشي قال الله ممكن اللهم هذا منكر، هذه ضربه جزاء، ولكن مع كامل الاسف. نعم، اذا